يحكى أن امرأة تدعى حبيبة بنت زريق عاشت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، عملت في النسج والخياطة والتطريز، وكان زوجها عمرو بن الحارث يتاجر فيما تصنع زوجته، وسرعان ما كون الزوجان ثروة من النسج والتجارة. لكن قدر الله وتوفي عمرو بن الحارث، فاستولى أهله على ثروته كاملة وأكلوا مال حبيبة بعد تعبها وكدها. هرعت حبيبة إلى عمر بن الخطاب تشكو الظلم الذي وقع بها، علّه ينصفها ويرد إليها حقها وشقاء عمرها. فقضى الفاروق العدل بقسم المال إلى نصفين، الأول لحبيبة والثاني للورثة، ومنهم حبيبة. فالشرع يقر لها أن تأخذ ربع ما ترك زوجها لأنه ليس لها أطفال منه. وهنا ظهرت فتوى حق الكد والسعاية التي تحفظ أموال المرأة العاملة المشاركة في تكوين ثروة زوجها. حق الكد والسعاية فتوى تراثية مستمدة من أدلة الشريعة الإسلامية على حفظ الحقوق المقررة لاستقلال ذمة المرأة المالية، ويمنح الكد والسعاية المرأة نصف ثروة زوجها إن تشاركت معه في الكسب خلال زواجهما، فضلا عن حقها الشرعي المعروف في النصف المتبقي من الإرث. ولا يقتصر حق الكد والسعاية في التراث الإسلامي على الزوجة فقط، وإنما يشمل كل أفراد الأسرة المشاركين في إعالتها وتكوين ثروتها. وسبق أن دعا شيخ الأزهر إلى ضرورة إحياء حق الكد والسعاية لحفظ حقوق المرأة العاملة، وبمثل هذا أفتى مجمع الفقه الإسلامي الدولي: للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار الشرع الحكيم مما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف فيما تملك، ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج إلى إذن الزوج في التملك أو في التصرف بأموالها. وفي المغرب شرع قانون يحث على تمكين المرأة من حق الكد والسعاية، وبدأت البلاد في تطبيقه عام 2004 استنادا إلى المادة رقم 49 في مدونة الأسرة المغربية. يمنح القانون المرأة المغربية الحق في مشاركة زوجها في تسيير وإدارة الأموال المكتسبة خلال فترة زواجهما، وتوثيق الاتفاق بشكل رسمي في عقد مستقل، والتنصيص على ذكر أسهم كل منهما في تكوين ثروة الأسرة. ولا يقتصر حق الكد والسعاية على المرأة العاملة فقط، بل يشمل ربة البيت باعتبارها توفر على الزوج مصاريف الأعمال المنزلية وتعمل في المنزل دون أجر. هل تعرفون قصص نساء وقع عليهن ظلم مثل حبيبة؟